الخوت شفت واحد الميساج كيتبارطاجا بزاف صراحة، ديال راه الجهوي غيكون صعيب، ما تخلعوناش، هادي هادي هادي. دونك اليوم جيت نوضح واحد المسألة ضرورية تجاه هاد الامتحان هذا اللي مشكل ليكون يعني واحد شي شوية ديال الخلعة. ف مهم بقاو معايا في الفيديو، ومرحبا بكم بعدا في القناة. الناس اللي جداد مرحبا بكم في القناة. هاد القناة كتهتم بكل ما هو تعليمي قصصي ثقافي متعلق لا بالباك حر ولا بالأولى باك سيزيام، ولا بعض المرات كنخرجو خارج السرب في مواضيع مختلفة. ممكن اللي عجباتو ما ينساش يشترك معنا في هاد القناة هادي باش يوصلوا للجديد ديالنا. واللي انتريسي يعني باك حر علمي ولا باك انتريسي انه يدخل معنا للعرض اللي هو الداعم ديال هاد القناه، مرحبا به. بون الاخوان، هذا هو العرض ديال الجهاوي. كندخلك لواحد الدرايف اللي فيه المواد بربعه، العربيه والفرنسي واجتماعيات والتربيه الاسلاميه. اللي غتستافد من هذا العرض هو انك غادي تستوعب الدروس ديال المواد بربعه في واحد الوقت اللي قصير، وهذا الشرح كيكون في فيديوهات ودي بي دي اف، وتكونوا حتى المنهجيه ديال الاجابه الطريقه على الاسئله المحتمله اللي كاينه دائما في الجهاوي، كيفاش تقدر تجاوب بطريقه صحيحه، واللايفات اللي غادي تستافد فيهم من الاعاده ديال المراجعه كذلك، والتوجيه وبزاف ديال الامور من بينهم حتى الدعم الا كانت شي حاجه هكا اللي محتاجها نتايا. اللي يحب يتسجل معانا يكونتاكتيني على هذا الواتساب، وانا غادي نقول لك جميع الامور باش تدخل معانا. مهم الاخوان، بغيت نوضح واحد المساله اللي ضروري نوضحها، واللي بعض الناس كنشوفهم هكا تيكومونطيو ما فاهمينش شي تواشه هكا اللي خصني نوضحهم. المهم نوضحهم في هذا الفيديو. الجهاوي سهل الاخوان، ما صعيبش، سهل بالجهد، واللي دوزوا الجهاوي راه يقول لكم شحال سهل. بالعكس انا كيبان لي اسهل امتحان يعني من تحت الباك، او لا يعني هو اسهل امتحان تحته الباك، ومن بعد الباك عاد تبداو الامتحانات ديال الفري، حيت هذا الامتحان هذا فيه داكشي ما فيش بزاف ديال لي موديل، فهمتي؟ ما فيش بزاف ديال المواد، وما فيش ماشي كل ماده فيها بزاف ديال الاشطر، فقط مواد يعني الاجتماعيات 16 درس، العربيه ما كاملاش 10 دروس، مهم كاينين بعض الدروس، الفرنسية كذلك ما كاملاش 10، التربية الإسلامية 20 درس، وداك الشي ساهل في الفهم، يعني الإنسان اللي بغى يفهم وحط مخو فيه ساهل في الفهم، وسهل في الحفظ، يعني في الحفظ ماشي شي حاجة اللي كتطلب عام ديال الحفاظة مثلا. يعني إلا جينا نشوفوا مثلا الناس في الحفاظة ديالهم، زعما الأفريج ديال الحفاظة ديالهم، راه كيقدو يحفظو حوايج بزاف. يعني انت منك بينك وبين راسك، ملي كنتي كتحفظ القرآن راه كنتي كتحفظ بزاف ديال يعني القرآن الكريم، بزاف ديال الصور وبزاف ديال الآيات، وما كتلقاش باللي راه عندك واحد البروبليم فيها، يعني كتقدر تسيفيها وغير في مدة قليلة، فما بالك عندك انت 100 يوم. دابا 100 يوم كنظن الا حطيتي عقلك كما قلت في الفيديوهات اللي فات، ويعني حطيتي واحد الريتم اللي تمشي به، راه غادي تلقى داكشي سهل والله. والجهاوي راه شي حاجه سهله وكتعاود كل عام، راه المشكل كيكون في شي حاجه ما كتعاودش اولا كتبدل. يعني هاد العام تيحط لك داله، العام الجاي تيحط لك شي داله عمرها كانت، اما الجهاوي فيه مواد اللي ما كتبدلش، وفيه دوك المواد الدروس ديالها ما كتبدلش حتى هي، وهذا هو اللي بغيت نوضحها الاخوان. وملي تنقول لكم ساهل راه كنقصدها، يعني كنقصدها بكل ما تحمل الكلمه من معنى. التربيه الاسلاميه ما كيبدلو لكمش الوحدات، التاريخ والجغرافيا معروفين، اوروبا المغرب اليقظه الفكريه، مهم داك الشيء معروف شنو هو، امريكان الصين التنميه في الجغرافيا، التربيه الاسلاميه سوره يوسف، الفرنسيه لا بواط اونتيغون لو ديرني جوردان كونداني، العربية كذلك الدروس ديالها ساهلين، والطريقة الإجابة عليهم أسهل بكثير، يعني ماشي شي حاجة اللي كتطلب المخ. أنا كان نتعاطف مع الناس ديال الأولى ديال الباك حر آداب، الباك حر آداب عندهم بزاف صراحة، عندهم تشعبات بزاف، ولكن العربية ديال الأولى باك راه عندك عربية سهلة باش تعرف، راه إلا دخلتي لواحد الباب ديال الآداب راه باب كبير تبارك الله. وأنا كنتعاطف مع الناس تبارك الله راه تيحطوا الجهد ديالهم. دونك
الجهوي غيكون سهل كيف ديما، وهذا ما كان هادشي اللي بغيت نقول في هذا الفيديو. تبقاوش تخلعوا، تبقاوش دير الكومونتيرات ديال الخلعه، تبقاوش دير الكومونتيرات ديال عندك يكون عندك غير بالريتم، وإلا لقيتي اللي يبارني عليك الوقت ويفهمك حسن. المهم انت تشوف شنو دير. انا ما كان يعني نقول حتى شي واحد يدير شي حاجه، انا فقط كنقول الراي ديالي الخاص. هذا ما كان، شكرا لكم على الاستماع الاخوان، وكنتمنى لكم نهار زوين. الى اللقاء.